الاستدلال يكون أولا بالقرآن ثم بالأحاديث ثم بالآثار. بعض الناس ربما أتى بالأحاديث قبل الآيات، مع أن في الباب آيات قرآنية. نعم في بعض المسائل ما في آيات قرآنية، تستدل بالحديث. وبعضهم يأتي بالآثار قبل الأحاديث أو حتى قبل القرآن، بل بعضهم قد يأتي بكلام كثير، قصص وأشعار وقيل وقال، ولا يستدل بشيء من القرآن ولا من السنة، لا يعمل نفسه إيش داعي إلى الله عز وجل وهو لا قرآن ولا سنة. هذا قصور كبير، غالبا تكون هؤلاء أصحاب إيش دعوات باطلة. ربنا جل وعلا قال فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. وقال فذكر بالقرآن، ذكر بالقرآن من يخافه وعيد. قال وأنا أتلو القرآن، قال جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا. فالموعظة والعلم والاعتقاد والشريعة كلها بالقرآن، القرآن والسنة.